من اللي مزعلك يا اخي؟ خلاص خلاص ترى قفل 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 يا عيال، لا احد يدعمني، ادعم الاسطوره هناك. يا اسطوره قول لا اله الا الله. خلاص يا شيخ الحياه حلوه، وانت انت الكبير الكبير الله سبحانه يا اسطوره. والله انا ما ادري يا اخي، انا ما ادري. لا الله يسعدك، انت تعلمني. لا الله يجري يا اخي. مين اللي ضايقك؟ مين حسبي الله على اللي ضايقك؟ مين ابشع الناس اللي ممكن تراهم في هذه الحياه؟ هم الذين يتنمرون على الناس. انت لما تتنمر على شخص بشكله، ترى مو هو اللي اختار شكله. تتنمر على شخص بلونه، ترى مو هو اللي اختار لونه. تتنمر على شخص بأصله وفصله، مو هو اللي يختار أصله ولا فصله. عيب وحرام، قبل كل شيء حرام، قبل العيب حرام يا أخوان. ما يجوز التنابز بالألقاب والغمز واللمز على الناس. أنت تراك ما تدري، أنت لما تتكلم على الشخص وتنمر عليه بشكله أو أسلوبه أو جنسه أو عرقه أو لونه، يا أخي الكريم أنت قاعد الآن تعطيه كلمات تكسر قلبه، والله تكسر قلبه. بعضهم وده الأرض تنشق وتبلعه ولا يسمع هذا الكلام، وما تدري وش الأثر اللي تتركه النفسي على هذا الشخص اللي أنت نمرت عليه. ما تدري وش الأثر. أنت تقول لك كلمة على شخص التابعة أو شخص من أخوياك أو شخص في العمل أو أي شخص تنمر عليه، تقول هالكلمة وتلقيها عليه وتمشي، ما تدري وش الأثر اللي سببته له. ممكن هالأثر هذا يطول، ممكن يجلس معه شهور، ممكن سنين. أقسم لكم بالله ما أبالغ، ممكن سنين يجلس معه هذا الأثر النفسي اللي أنت سببته، وربي ما يخليك. وأقسم بالله لا يسألك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، والله لا يسألك الله. كلامك عن الناس، التنابز بالألقاب، الغمز واللمز والتهكم على الناس واستحقار الناس، هذا يدل على نقص عندك. أنت عندك نقص في الشخصية، وتبي تعوض هذا النقص بالتنمر على الناس والكلام على الناس والبطش، يعني ما حد قدي وكذا. لا لا يا أخي الكريم، والله سيأتيك يوم. بس على هالمقطع اللي قبل شوي شفتوه، الشاب اللي تعرض للتنمر، وتعرض كثير صراحة، أشوف أنا حيل حيل تعرض للتنمر وكذا. ترى تراكمات تجي الشخص، أنا ما أقصده بذاته، أنا جبته كمثال وكمقطع يعني حي، وصار المقطع هذا أمس. إن التنمر كيف يعني يأثر في الشخص، يأثر في شخصيته، يأثر في 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 نمو شخصيته بعدين في المستقبل. كثير من الشباب أو من البنات من تعرضوا للتنمر هم أصغار، يعني يا حرام يا أخوان، يعني جتهم خلاص نفسية من المجتمع، صاروا انطوائيين، صاروا في عزلة. أنت السبب، كلمتك أو أنت السبب في كلمتك. أنت تلقي كلمة وتروح، تنام، تاكل، تشرب، تجي، تروح، لكن ما تدري وش القهر اللي سببته. وهذا الشيء ما يروح عند الله سبحانه وتعالى، والله لا تلقاه في نفسك، والله العظيم. ها انتبهوا، والعلاج قد يطول، يعني ما تدري أنت وش الضرر تلحق بهذا الشخص، وراح تلقى جزاء في الدنيا، وإذا مو في الدنيا في الآخرة. ما يروح شيء عند الله، الحمد لله، الحمد لله أن الله هو الله. الحمد لله أن الله هو الله، يعني ما يروح شيء عند الله سبحانه وتعالى، ما يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى أبدا. اتركوا الناس، هذا أبيض، هذا أسود، هذا قبيلي، هذا مو قبيلي، هذا 110، هذا مدري إيش، وهذا مدري شنو، وهذا لا 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 يا أخي الكريم. حنا في الدنيا هنا ترى ممكن نستفيد، وجعلناكم شعوبا وقبائل ايش اللي تعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن يوم القيامة تسقط جميع المناصب والجاه، وش قدام اسمك يوم القيامة؟ سواسية عند الله سبحانه وتعالى، حفاة عراة غرلة.
والله سيأتي أناس يوم القيامة ما يزن عند الله شيء، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما له أي وزن ولا له أي قيمة عند الله. قيمتك وزنك عند الله بإيمانك، بما تحمل من إيمان ومن أخلاق. لاحظ أخلاق، كم نحن بحاجة إلى الأخلاق، الأمة تعاني من أزمة أخلاق. فيوم القيامة ميزانك بأخلاقك وأعمالك، ميزانك بأخلاقك وأعمالك. في الدنيا تتباهى بنفسك، بشكلك، منصبك، قبيلتك، تسقط هذه كلها يوم القيامة. المعايير هذه كلها يوم القيامة تسقط. أرجوكم يا أخوان، التنمر الاجتماعي هذا خطير جدا حقيقة، خطير. صورت لكم قبل كم يوم كنا في يعني دعوة لمرضى السرطان، وقالوا جيب معك مرافقين. خذت يوسف مع حلا وجنى وراحة، وما صورت لكم بصوت الصورة. سبحان الله يا أخوان، يعني حتى التنمر يحصل بين أطفال ويأثر فيهم، لكن هذول أطفال يعني، لكن انتشر على الكبير اللي تنمر. فيوسف لابس نظارة الوحيد، فصورت لكم يوم الطفل يقول يضحك عليه، يضحك عليه يوسف ليش لابس نظارة. يوسف جيت ردة فعل، شان نظارته، استحى، تنمر بين اللي بعمره واللي بجيله. فقال ليش يضحك ولدك لابس نظارة؟ قلت له ولدي لابس نظارة، أنا لازم الحين أحمي يوسف من الكلام اللي جاء. قلت يوسف شاطر لابس نظارة، لأني راح يصير دكتور، والدكتور دائما يلبس نظارة، أحاول أطلعه من الكلام اللي جاء حتى ما تكون ردة فعل عليه. فيا أخوان ترى الأمر خطير. أنتي حلا ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم قبل لا يعني قبل لا يجيه مرض السرطان، اللي جاها شيء مو بسيط، سرطان في الدم، وسنتين تاخذ كيماوي، وكم تعرضت لإبرة وخزعة ودنيا وعالمين وممرضات ودنيا ودكاترة، فتعرضت لي مثل يكون في رهبة أو خوف. بعد السرطان وبعد مرحلة العلاج صار عندها تأتأة شوي، أول ما كانت عندها، عندي لها مقاطع موجود لو أوريكم إياها يا جماعة، ما شاء الله تسولف تقول قصة من 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 ألف سطر بدون ما تقطع، ما شاء الله. لكن جتها ردة فعل من السرطان الكيماوي، فأثر عليها تأثير بسيط جدا في التأتأة، فتتعرض في بعض المجتمعات إذا تكلمت طول في الكلمة يضحكون عليها، فقدت الثقة بنفسها. لكن أنا الأم أخوان حاولنا أن إيش، أن يعني نخرجها من هذا الشيء، بفضل الله استطعنا بنسبة 80% ماشيين معها الآن، بدأ حدثها الحين يصير سريع. فيا أخوان التنمر شيء خطير. فبعض يعني الأقران اللي مثل حلا وها يضحكون إذا تكلمت، فقد ثق بنفسها، صارت انعزالية، ما تحب تلعب مع البنات ولا كذا. حاولنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالأخذ والعطاء والسواله وكذا، لما خرجناها من هذا الشيء كان شوي صعب، الحين الحمد لله صارت اجتماعية وتدرس مع الطالبات وتروح وتجي، وصارت عندها ثقة بنفسها. أرجوكم يا أخوان ننتبه، قد العلاج يكون طويل، وضحايا الأطفال. فأيضا نثقف أبنائنا، يا ولدي إذا شفت شخص كذا شكله تضحك عليه، شخص لابس نظارة تضحك عليه، شخص لونه كذا تضحك عليه، نعلم عيالنا حنا يا أخوان. الأمهات وش دورت أنت في البيت؟ وش دورت؟ علمي عيالك، علموا عيالكم يا أخوان الأخلاق، وكيف الناس كلهم سواسية، لا تضحك عليه، لا تعيب عليه، لا تتنمر عليه، نعلمهم أرجوكم. وبس والله هذا اللي حبيت أقول لكم يا أخوان، التنمر وكيف أثر على الناس. لنا حلقات قادمة نتكلم إن شاء الله، نتكلمت في موضوع عن التنمر قبل فترة وعدت لكن بإسلوب ثاني، ولنا إن شاء الله عودة بإذن الله سبحانه وتعالى. عسى الله يوفقنا وياكم، يحفظ لكم عيالكم وان تحبون، ودائما احذروا من كسر القلوب، فوالله ان كسر القلوب اشد من كسر العظام. كسر العظام يجبر، لكن كسر القلوب مرات والله يا اخوان ما يجبر ابدا ما يجبر. فاسال الله ان يوفقنا وياكم، يسعدنا وياكم، يحفظنا وياكم من كل شر وسوء. السلام عليكم.